اهلا بكل متابعينا في حلقه جديده من سيريال كوميونيكيشن، وهنتكلم النهارده في حلقه جديده خاصه باليو اس بي وازاي اوصل المايكرو كنترولر عندي بروتوكول يو ارت بالكمبيوتر عندي عن طريق اليو اس بي، ودي الحلقه الاولى من سلسله اليو اس بي، فتابعونا. اخدنا في فيديوهات سابقه قبل كده السيريال كوميونيكيشن واتكلمنا على البروتوكول يو ارت، وفيها كنت بوصل مايكرو كنترولر عندي بالكمبيوتر، كنت بستخدم ماكس 232 عشان يعمل عندي الفولتج كونفرتر او ليفل كونفرتر من 0 ل 5 اللي خاصه بالمايكرو تتوائم مع من سالب 12 ل 12 فولت الخاصه بالكمبيوتر، لان التوصيل المباشر ما كانش هينفع لاختلاف الجهد عندي بين الجهازين، فبالتالي كنت بستخدم الماكس ده عشان يعمل ليفل كونفرتر، وكنت باخد الاطراف الثانيه بوصلها بار اس 232 بوصلها بالكمبيوتر. الكلام ده طبعا كان بيبقى في الكمبيوترات القديمه زي انتوا شايفين كده، ده عندي منفذ السيريال عندي هنا او ده كل الاجهزه القديمه، اما في الاجهزه الحديثه دي مش متوفره، بيبقى يو اس بي بس. عشان كده احنا هنكمل في حلقه النهارده او نتكلم شيء من التفصيل عن اليو اس بي، وهو اختصار يونيفرسال سيريال باس، وده من نوع سيريال كوميونيكيشن طبعا اسينكرونس، لانه مش بيحتاج خط تزامن او مش بيحتاج كلوك، بيبعت الداتا مباشره زي ما احنا شايفين كل الكمبيوترات الحديثه بيبقى فيها يو اس بي. فانا الافضل ان انا اوصل مايكرو كنترولر عن طريق اليو اس بي بالكمبيوتر. اليو اس بي طبعا منه ثلاث اشكال، انا هشرح شكلين بس. ستاندرد A بيبقى بالشكل ده، ان الاربع اطراف عندي على نفس الاتجاه، اما ستاندرد B بيبقى كده زي المربع، في طرفين فوق طرفين تحت. بيبقى ببساطه عندي هنا بيبقى في قطبين للتغذيه اللي هو الموجب والسالب، واحد بيبقى موجب في سي سي اللي هو واحد عندي باللون الاحمر، في سي سي بيبقى 5 فولت، 4 ده بيبقى الجراوند ولونه اسمر، اما 2 ده بيبقى داتا ماينس، 3 داتا بلس، يعني برسل الداتا عن طريق بين 2 والبين 3 اللي هي داتا بلس وداتا ماينس. ونفس النظام هنا بيبقى عندي 1 و4 نفس الارقام، ادي 1 و4 عندي بلس وماينس اللي هي التغذيه، 2 و3 داتا ماينس وداتا بلس اللي برسل عن طريقها الداتا. عشان كده لو لاحظتوا هتلقى في عندي هنا تغذيه موجبه وسالبه، لذلك لما بوصل كيبورد او ماوس بالكمبيوتر مش بحتاج تغذيه، لان هو بياخد التغذيه بتاعته من اليو اس بي، يعني اليو اس بي في نفس الوقت بينقل داتا وفي نفس الوقت بيغذي لي الجهاز بمين؟ بالباور بتاعته، الباور بتبقى ب 5 فولت. المشكله في اليو ار ان انا عندي المايكرو كنترولر بيشتغل من 0 ل 5، اما الكمبيوتر من سالب 12 ل 12، فهل هنا ينفع اوصل المايكرو كنترولر يو ار اللي هو تي اكس والار اكس عن طريق اليو اس بي بالكمبيوتر اللي هي داتا بلس وداتا ماينس مباشر؟ لان ده بيشتغل ب 5 فولت من 0 ل 5 وده بيشتغل من 0 ل 5. خلي بالك انا بتكلم على اليو اس بي بتاع الكمبيوتر، بيشتغل من 0 5 فولت زي ما احنا شايفين هنا في الجدول. هل ينفع يتم التوصيل مباشره؟ هنا الجهود المنطقيه متساويه، لا للاسف مش هينفع. السبب لان المايكرو كنترولر بيشتغل ببروتوكول يو ار، اما اليو اس بي بتاع الكمبيوتر بيشتغل ببروتوكول تاني اسمه بروتوكول يو اس بي، ففي اختلاف في البروتوكول بين الاثنين، ما ينفعش التوصيل المباشر على الرغم من تساوي الجهود المنطقيه للاثنين، ده بيشتغل من 0 ل 5 وده بيشتغل من 0 ل 5. مواصفات بروتوكول يو اس بي، اول حاجه قلنا ان هو تسلسلي سيريال، رقم 2 غير متزامن يعني اسينكرونس، بمعنى لا يحتاج لكلوك عشان يرسل الداتا، وبيرسل الداتا مباشره، فول دوبلكس بيتم الارسال والاستقبال في نفس التوقيت، تفاضلي عندي ديفرنشال يعني بيعتمد على مبدا فرق الجهد، بمعنى عندي هنا خطين للداتا، داتا بلس وداتا مين ماينس، لو كان داتا بلس اكبر من داتا ماينس يطلع لي لوجيك 1، لو كان داتا ماينس هو اكبر من داتا بلس يطلع لي لوجيك 0. لو لاحظتوا هنا هو بيقارن، المقارنه يعني تفاضليه او ديفرنشال. معنا كمان قربان للتغذيه اللي هو في سي سي والجراوند اللي هو بيبقى 0 و5 فولت، طبعا التغذيه بين الطرفين دول او بين النقطتين دول بتبقى 5 فولت، الماكسيمم بتاعها 500 ملي امبير، عشان كده لما توصل جهاز عن طريق اليو اس بي لو سحب عندك اكتر من 500 ملي امبير على طول الكمبيوتر بيعمل ريسيت لليو اس بي وبيفصله، لان في سيفتي عندي على اليو اس بي انه بيحميه من التيارات العاليه، بمعنى الجهاز لو هيسحب تيار زياده من اليو اس بي اوتوماتيك الجهاز بتاعك بيفصل اليو اس بي لغايه ما يضمن ان الجهاز التيار اللي هيسحبه هيقل، لو قل بيبتدي يشغله تاني، يبقى الماكسيمم كرنت عندي اللي بيسحبه من اليو اس بي 500 ملي امبير. وزي ما قلنا ان ما ينفعش اوصل اليو ارت الخاص بالمايكرو كنترولر باليو اس بي الخاص بالكمبيوتر مباشرة، مع ان كلاهما لديه نفس المستويات المنطقية، يعني الاثنين بيبقى شغال من 0 ل 5 فولت. المشكلة في ايه؟ المشكلة في بنية البروتوكول نفسه، بروتوكول يو اس بي تفاضل بيختلف عن بروتوكول يو ارت. عشان كده اوصل مايكرو كنترولر عندي بالكمبيوتر عن طريق اليو اس بي مش هينفع التوصيل المباشر، فانا بحتاج اي سي اسمه اف تي 232 ار ال، الكلام ده انا جايبه من داتا شيت، بيبقى شكلها عندي سيرفيس ماونت زي ما انتم شايفين، عدد البنات 28، هنبدا
من عند الشطفة دي أول بن لغاية 14، ومعنا من 15 لغاية 28، دي أسماء البنات. طبعا لو أنا رحت للشرح بتاع البنات يهمني في حاجة اسمها USB Data Plus و USB Data Minus، وده الوصف بتاعها، وعندي VCC Input Out وده الوصف بتاعها، والجراوند معنا الجراوند بيبقى فيه 3 بنات 7 و 18 و 21، ومعنا 3 V3 Output بمعنى 3.3 فولت اوتبوت، معانا في سي سي والاي جراوند، ومعانا الريسيت والتيست، ومعانا التي اكس والار اكس وسي باس 1 وسي باس 0. سي باس 1 وسي باس 0 دول وصل عليها للدات في حاله ان انا بتفلش او بتعمل فلاش لما ابقى اعمل ايه ترانسميت وريسيف للدات كانديكيتور مش اكتر. ده الوصف ممكن تقروه، لكن انا هشرح الدايره العمليه مباشره. ده عندنا الاي سي زي ما احنا شايفين اف تي 232 ار ال، في سي سي اللي هي التغذيه اللي هي قلنا عليها من شويه تبقى 5 فولت عندي. 5 فولت بتاعت الاي سي ده طبعا ايه باخدها من اليو سي. معانا كمان هنا في سي سي 3.3 ده بيبقى اوتبوت بوصله بمكثف 100 نانو فراد للار دي في حاله عدم استخدام. معانا كمان يو اس بي داتا ماينس بوصلها، ده عندي اليو اس بي هنا بوصلها بداتا ماينس اللي هي بين رقم 2 في اليو اس بي. اليو اس بي ده شكله زي ما انتم عارفين. معانا يو اس بي داتا بلس هنا اللي هي بين 15 في الاي سي، هنا بوصلها بداتا بلس اللي هي بين 3 في اليو اس بي. معانا في اليو اس بي بين 4 دي بتتوصل بالار دي، ومعانا بين 1 بوصلها بفيوز بال 5 فولت. وقلنا ليه بوصل الفيوز؟ عشان اضمن ان التيار اللي هيطلع من اليو اس بي ما يتخطاش ال 500 ملي امبير. اكتر من 500 ملي امبير هيحرق لي اليو اس بي عندي. معانا كمان جراوند 1 لغايه جراوند 3 اللي هي بين 7 18 21، ومعانا اي جراوند 25 وبين تيست اللي هي 26، كلهم بوصلهم بالارض. بوصل تيست بالارض عشان اضمن ان الاي سي ده بيشتغل في النورمال مود. معانا كمان هنا الريسيت، الريسيت دي يا اما ما اوصلهاش خالص عشان اشتغل في النورمال مود، يا اما اوصلها بال 5 فولت. 5 فولت ليه؟ لان هي منفيه، يعني ال 5 فولت دي اكنها لوجيك واحد بتخش جوه تتنفي تبقى زيرو، يبقى ما يعملش ريسيت، يبقى كده انا شغال في النورمال مود. وفي نفس التوقيت بوصل مكثف 100 نانو فراد للارض. نروح للتي اكس والار اكس هنا. تي اكس اللي هي بن 1 دي بوصلها بمقاومه 1 كيلو للار اكس بتاع المايكرو كنترولر. يبقى تي اكس اللي هي 1 بحط مقاومه 1 كيلو في المسار، بوصلها بار اكس في المايكرو كنترولر عندي. معانا البن 5، بن 5 بتبقى على مقاومه توالي 1 كيلو، بوصلها بالتي اكس، يعني الار اكس هنا بتوصل بالتي اكس الخاصه بالمايكرو كنترولر. اوصل دي تي ار هنا بمكثف 100 نانو فراد بالريسيت. ما انساش الريسيت بتاع المايكرو كنترولر بيبقى مقاومه 10 كيلو مع 5 فولت، بيبقى بول اب ريزيستور، ونفس النقطه بيبقى سويتش للار دي. معانا كمان هنا اللي هي سي باس 1 وسي باس 0 اللي احنا قلناهم من شويه اللي هي بين 23 و 22، بوصل هنا 5 فولت مع مقاومه 1 كيلو مع الانود بتاع الليد، والكاسود يتوصل ب 23، ونفس النظام مع البن الثاني. الليد الاولى دي بتبقى خاصه بالار اكس لما يبقى في عندي داتا بعمل لها ريسيف بتنور بتدي فلاش، والليد دي خاصه بالتي اكس بمعنى لما يبقى في داتا انت بتعملها سنت دي بتفلش. لو لاحظتوا في بعض الموديولز تبقى في ليدتين بيفلشوا لما انت بتعمل سنت وريسيف. وكمان هنا بوصل مقاومه 1 كيلو مع ليد للارض عشان اضمن ان في تغذيه، يعني الليد دي خاصه بالتغذيه. في الحقيقه الدايره دي بتستخدم مع البيك والاي في ار واي تي ميجا والاردوينو. يعني لو انا عايز اوصل البيك او الاي في ار او اي تي ميجا عندي اليو ارت عندي بتاع المايكرو كنترولر عايز احوله لليو اس بي، بستخدم الدايره دي. الدايره دي بتنفع مع كل دول، لكن الفكره كلها ان في بن هنا مهمه اسمها في سي سي انبوت اوت، ودي بوصلها بال 5 فولت وبتتوصل بال 5 فولت مباشره في حاله ان المايكرو كنترولر اللي عندي بيبقى شغال من 0 ل 5 فولت. يبقى تاني في سي سي اي او اللي هي البن اللي هنا دي، لو رجعنا كده ونشوفنا ترتيبها فين، اللي هي رقم 4، رقم 4 زي ما انتم شايفين رقم 4 اهي، بوصلها بكام؟ بال 5 فولت في حاله ان المايكرو كنترولر عندي شغال ب 0 و 5 فولت، يعني لوجيك 0 ولوجيك 1 بيكافئ 0 و 5 فولت. اما المايكرو كنترولر عندي لو بيشتغل 3.3 فولت الماكسيمم بتاعه زي الارم مثلا، يبقى هنا الفي سي سي اي او دي ما تتوصلش ب 5، بتتوصل فين؟ بتتوصل بالبن مباشره اللي هي 3.3 عندي هنا اللي هي البن اللي تحت دي. يبقى دي في سي سي اي او بتتوصل مباشره ب في سي سي 3.3. البن دي بتعمل ايه؟ البن دي بتطلع عندي 3.3 فولت، لان في ريجوليتور داخلي في الاي سي بياخد ال 5 فولت يحولها ل 3.3 بتطلع مباشره على البن دي. فيقول لك لو البن دي مش هتستخدمها وصلها ب 100 نانو فراد بالار. طيب لو انا عندي المايكرو كنترولر هيشتغل ب من 0 ل 3.3 فولت زي الارم مثلا، يبقى مباشره اخد الفي سي سي اي او دي اخدها مباشره اوصلها ب في سي سي 3.3 اللي هنا اللي هي بين 17، والغي توصيلها بفوق. ما انساش طبعا المكثف هيبقى واصل مفيش مشكله، يعني هاخد البن دي اوصلها قبل المكثف هنا. عندنا هنا برضو مكثف قيمته 100 نانو فراد بوصله بين ال 5 فولت والارض عشان الاستابيليتي، عشان نتيجه تحميل الدايره على السبلاي ده فبيعمل استابيليتي بيثبت الفولت عندي، فبحط المكثف ده للاستابيليتي مش اكتر، بيبقى بين ال 5 فولت والارض.
اتمنى تكون الفكره واضحه وما فيهاش اي مشكله. زي ما قلنا كده عندي المايكرو كنترولر بوصله اهو عن طريق اسلاك مباشره بالتي اكس او ار اكس الخاصه بالاي سي. الاي سي ده مباشره هيحول لي يو اس بي داتا ماينس ويو اس بي داتا بلس، دي مباشره توصل باليو اس بي. اليو اس بي ده اخده اوصله بمين؟ بالكمبيوتر عندي. طب هل انا هقعد اعمل الدايره دي كلها؟ هيبقى الموضوع صعب شويه طبعا، صح؟ في دايره بسيطه او بورده جاهزه هنستخدمها. ملحوظه مهمه هنا، لو انت شغال على البيك 16F78A مايكرو كنترولر هتلقى التي اكس اللي هي هنا، التي اكس دي اللي هي بين 25 اللي هي سي 6، والار اكس اللي فوق دي اللي هي سي 7 اللي هي بين 26. تنبيه، لازم تلتزم بالتوصيل وبقيم المكثفات وكل حاجه زي الرسم. زي ما قلنا البورده اللي عندنا اللي ممكن استخدمها مباشره عشان اوفر في التوصيل والوقت والجهد والتكلفه، فالبورده عندنا اسمها يو اس بي يو ارت بورد، ده من انتاج شركه اف تي دي اي، وبيبقى ده شكل البورده عندي. البورده ده الاي سي عندي، والاي سي عباره عن سيرفيس ماونت، ما ينفعش تشتريه وتحطه على تيست بورده طبعا، فهيبقى في مشكله، لازم تعمل له بي سي بي او اشتري البورده مباشره. ده المدخل بتاع اليو اس بي، اليو اس بي ده اللي هتوصل بالكمبيوتر. عندنا الاي سي هنا، معانا كمان هتلقى فيه بن هيدر هنا، فاكرين البن اللي خاصه بالفي سي سي اي او دي؟ قلنا ان هي ينفع تتوصل ب 5 فولت او تتوصل ب 3.3. طب ال 3.3 هجيبها من فين؟ من البن اللي اسمها في سي سي 3.3 اللي هي بن 17. فالسوكت ده بيعمل كده، المايكرو كنترولر عندك لو بيشتغل ب 5 فولت حط السوكت ده على 5 فولت، هتلقى مكتوب 5 فولت حطه على 5 فولت. لو لقيت عندك المايكرو كنترولر اللي انت هتشتغل عليه شغال ب 3.3 حط السوكت، شيل السوكت ده ووصله بالطرفين اللي ناحيه اليمين، ونقوله ناحيه اليمين 3.3، تمام؟ يبقى قلنا ده ايه لازمته؟ الاوتبوت ليفل ده خاص ان انت عارف الليفل بتاع المايكرو كنترولر من كام لكام، لو 5 يبقى حط 5، 3.3 حط 3.3، يبقى ده يستخدم لتحديد المستوى المنطقي لطابق الدخل والخارج الخاصه بالمايكرو كنترولر. معانا هنا اول بن اللي هي ار اكس، خلي بالك هنا الار اكس اللي موجوده في البورده بتتوصل مباشره بالار اكس بتاعت الام سي يو. هتقول لي ازاي ده المفروض اعمل تبديل؟ فهو داخليا على البورده مبدل، يعني هو واخد التي اكس بتاعه الاي سي اللي هنا واخدها مباشره ومطلعها ومسميها لك ار اكس عشان توصلها بالمايكرو كنترولر ار اكس عندك مباشره. تي اكس هتتوصل بالتي اكس الخاص بالام سي يو مباشره. معانا كمان الفي سي سي والجراوند، الفي سي سي والجراوند دي انا بستخدمهم لو انا عندي اي كومبوننت على الدايره عايز اغذيه بالفي سي سي والجراوند عندي. وخلي بالك مباشره اول ما هتوصل اليو اس بي بالمايكرو كنترولر عندك مش محتاج تغذيه خارجيه، خد التغذيه من اليو اس بي عندك هيشتغل، خد التغذيه من اليو اس بي هيشتغل مباشره. وما تنساش طبعا هتوصل الجراوند بتاع الدايره دي مع الجراوند بتاع المايكرو كنترولر عشان الدايره تشتغل صح. يبقى قلنا الفي سي سي جراوند بيتم استخدامه عند الحاجه لمصدر تغذيه لو انا عايز اغذي كومبوننت عندي على البورد. طبعا اليو اس بي واليورت ما فيش اختلاف خالص في ناحيه الكود، الاختلاف قلنا الوحيد في الهاردوير، الهاردوير اللي هو الاي سي اللي بيستخدمه مع المايكرو كنترولر، اما الاكواد لا توجد فيها اختلاف اطلاقا. وزي ما قلنا في اليو ارت اول حاجه بعمل انيشاليزيشن بالامر ده، وكمان قلنا لو عايز اعمل رايت او سنت بستخدم يو ارت 1 اندرسكور رايت، ده لو ببعت بيه كاركتر واحد، اما لو هبعت جمله او اكتر من كاركتر بستخدم الامر ده. ادينا امثله. ولو عايز اعمل ريد بعمل ريد بالامر ده، ولازم اعمل تشيك هل في داتا في البص ولا لا، ده لو عايز اقرا كاركتر واحد، لو عايز اقرا اكتر من كاركتر بيستخدم الامر ده. وادينا امثله، واتكلمنا على الاسكي تيبل، وكمان اتكلمنا ازاي اعمل نيو لاين بطريقتين، الطريقه العاديه او الطريقه ان انا بكتبه في الامر نفسه. الاكواد دي كلها تم شرحها في سلسله السيريال كوميونيكيشن يو ارت، وبالاخص في الحلقه الاولى، الحلقه الاولى كانت بتتكلم على اليو ارت والاكواد، الكلام ده مشروح فيها بالتفصيل، يا ريت ترجعوا لها، هتلقى اللينك بتاعها في الوصف اسفل الفيديو. وكمان شرحنا اكواد وبرامج على اليو ارت في الحلقه 2 و3 و4 و5، هي نفس الاكواد يتم استخدامها مع اليو اس بي. ان شاء الله في الفيديوهات القادمه هننفذ عملي، تنفيذ العمل هيبقى مع اليو اس بي على الاكواد دي، يعني الاكواد اللي تم شرحها في الحلقات اللي هي حلقه 2 للحلقه 5 خاصه باليو ارت، هي نفس الاكواد مع اليو اس بي، لا يوجد فيها اختلاف، الاختلاف الوحيد اللي هو في الهاردوير اي سي اللي بستخدمه مع المايكرو كنترولر، فبالتالي الحلقات دي هيتم اعادتها بشكل عملي مع اليو اس بي. وطبعا لو عندكم اي اسئله او استفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا جزيلا.